when we say that, when we say that it's the oldest astronomical clock, we don't actually talk about the exterior of the clock or these wooden desks that you see here, but we talk about the inner mechanism, which are the metal gears that make this all till today work. And that's actually behind that small metal door that we see at the bottom below the clock. So the mechanism there, the metal gears, which are still powering the clock, is that the correct English? The metal gears which are still making the clock work today, till today, are about 75% original from the year 1410. So that's actually what makes it the oldest astronomical clock in the world, which still works. الساعة طبعا احنا عم نحكي عن 600 سنة، اكيد مو كل القطع اللي موجودة فيها هي قطع بتعود ل 600 سنة، بس في بعض القطع طبعا بتضل، حتى في عندك التماثيل اللي موجودين بالساعة او هدول اللي بيدوروا الرسل هن، هدول تم تبديلهم تقريبا 3 مرات عبر التاريخ، لأنه بالأصل هو كان في عندك أنت هن عددهم 12 طبعا، بيتضمنوا عدد من القديسين والمسيح ويهوذا وعدد كبير يعني من الشخصيات اللي كانت بهذيك الفترة. طبعا نحن عم نحكي عن فترة كانت الديانة المسيحية مسيطرة على هاي المنطقة فيها، بعدين تم تدميرهم. طبعا نحن عم نحكي عن فترة طويلة بسبب حروب أو بسبب مشاكل بالمنطقة أو شو ما كان، بعدين تم استبدالهم برسومات، تم تدمير كمان تماثيل، تم نحتهم مشابهة للتماثيل القديمة، بس انشال من هدول التماثيل الجداد السيد المسيح ويهوذا.